بسم الله. نشوف اغلب المشاكل اللي بتحصل وانا برسم البايب والضغطات والكيول تري. على سبيل المثال خلينا نرسم بايب. باجي برسم بايب بلا مفيش حاجه اترسمت معايا. تمام، اجي ارسم بايب مفيش حاجه اترسمت، ويجيب لي رساله ان حاجه اترسمت بس مش ظاهره. طب ايه السبب؟ تمام، انا برسم اهوت مفيش حاجه ظهرت. طيب اول حاجه اشوف الفلتر، ادوس في في البايب ظاهر. تمام، لان في جزء من البايب موجود اهو معايا. تمام، طيب ارجع بقى هنا للفلتر، الاقي عندي الهيدروليك مش شغال والفاير مش شغال. الاتنين دول كانوا معمول لهم ايه؟ هنا اقول له ايه شغلهم لي. ظهرت الماسوره دي، بس في ماسوره تانية ما ظهرتش. تمام، ليه؟ لان في حاجه هنا اللي اسمها كورب فيو، اقول له دونت كورب فيو، الغي لي الكروب فيو دوت، هيبدا يظهر لي المبنى كله، فتبدا المصير دي تظهر معايا. تمام، علم عليها دوس تاب وروح لغاها كلها. بس كده؟ لا، في بعض المشاكل بتظهر تاني. ممكن اجي ارسم، فلما اجي اعمل كوع ما يرضاش يرسم الكوع. تمام، ده ليه؟ ده لان في الكواع والتي مش متعرفه على البايب ديت. تمام، اول حاجه اتاكد ان انا عندي جدول تيبل، اللوك اب تيبل موجود في مكانه. اللوك اب تيبل موجود في مكانه. اللوك اب تيبل عباره عن جدول زي الاكسل موجود فيه، لما القطر دوت يبقى مثلا بوصه، يبقى الداخلي قد ايه والخارجي قد ايه. تمام، هتلاقي فين؟ هتلاقي في المسار دوت على السي بروجرام داتا اوتو ديسك، وتبدا تشوف بقى انت مسطب ريفت كام. يعني انا مسطب هنا ريفت 2013 14 15، وسيرفر 2014 و15، وريفت ال تي، وريفت سيرفر تولز، وفي كذا حاجه تانية مش عارف راح فين. طيب هدخل انا على ريفت 2015، هلاقي هنا عندي اللوك اب تيبل في الكونديت والبايب. تمام، ده جدول سي اس اف بيتفتح على الاكسل عادي، بيبقى متقال القطر الداخلي والخارجي و و المعلومات دي كلها. لو انت عايز تعدل فيه ممكن تفتح الاكسل تعدل فيه، او هاجي هنا في الجزء الصغير دوت هتلاقي عندك المقاسات بتاعه الحاجات ديت بالبايب اهي. لما يبقى الماس 15 يبقى الاي دي بتاعه كام والاوت كام، هو استخدامه في السايز ليست ولا لا. تمام، ماشي. طيب الجدول موجود وكل حاجه، ازاي اربط البايب دي بان هو يستخدم الكوع دوت وما يستخدمش الكوع التاني او ما يستخدمش الكوع التالت؟ بعلم على البايب او على الضغط، يعني الحاجه دي هستخدمها برضه في البايب وهستخدمها في الكول تري، واقول له اديت تايب. هتلاقي عندي حاجه اسمها روتنج بريفرنس. تمام، ولو انت شغال على 2014 هتلاقي الحاجه اللي هتظهر لك هنا موجوده وقت الكوي. يعني لو انت شغال على 2013 و14 هتلاقي اول ما تدوس هنا، اول ما تدخل في التايب بروبرتيز هتلاقي الخصائص كلها مرصوصه. هنا لا، هو مجمعها كلهم عشان ايه؟ تركز في الشغل بتاعك. تمام، بقول له مثلا انا لو هشتغل في الالبو، انا بحب الالبو اللي هو دوت. تمام، تربط بيه. لو هو اتعمل لان الالبو بقى لان، تيجي ترسم البو مش هيقدر يرسم البو، لان هو ما فيش حاجه بس متخزنة عنده يرسم انهي البو. بص هيرفض. تمام، الا لو قلت له مش طوالي بس هتيجي ترسم قلبه مش هيرفض، مش هيرضى. طيب اعمل ايه بقى؟ اجي هنا واروح ادخل على التايب روتنج بريفرنس واقول له القلبه خليه النوع دوت. تمام، طبعا الاكواع بتاعت الووتر غير الفاير غير الدرين. تمام، مفيش مش كله صح على بعضه، تبدأ تشوف كل حاجة بتاعت هي. تمام، هو هتلاقي ده مثلا سيناتري، ده بتاع الصرف. طيب تبدأ تشوف ايه اللي انت عايز تستخدمه. ممكن يكون عندك كذا نوع من البايب، يعني ممكن انا اعمل بايب تاني اقول له edit type واكرر واقول له بروبرتيز دوبليكيت، واروح اعمل واحد تاني مثلا للفاير، واعمل واحد فاير دراي واحد ويت واحد
لو انا همشي بمواسير ميه في قلب المواسير، وفي واحد تاني لا المواسير مش تمشي غير لما تحصل حريقة، تمام. فهو هنا ببدأ احدد كل حاجة هتتعمل ايه، لما يبقى جروس بايه، لما يبقى لون بايه. فانا كليت حليت المشكلة اللي هي مصدعاني على طول، الناس كلها مسافة فيها موضوع ان انا البايب ساعات ما القلب ساعات ما بتتسيبش، او ان انا افتح مشروع جديد خالص، مشروع نظيف يكون اتعمل عليه شغل كويس ام اي بي، والغي كل الشغل وابدا ارسم منه. يعني بدل ما افتح ملف جديد ممكن ادور على مشروع حلو كويس والغي كل الشغل واجي هنا اقول له سيف اس تمبليت، يبقى ده التمبليت اللي انا هبدا منه الشغل بعد كده، بحيث ان هي البايب كلها متعرفه والفيتنج كلها متعرفه جاهزه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.